ماريا ماريا ماريا. نعم. راسي عورني، بلاعب تعورني. أنا نادي بابا. بابا فواز، بابا فواز، بابا فواز. عصام واجد مريضة. إيش في عصام؟ حرارة. ماما وين؟ ماما ما في. برا. ماما متى كانت في أصلاً؟ ماما يلا لا هي ويا أمها وزواراتها. أنا وين وأمها وين؟ أنا غلطت أصلاً تزوجت. ما صارت هالماما وعزايقها. هذا حرارته مرتفعة. عصامي ما شو تحس أنت؟ كلامي تهورني، أحس لأني بردان. بابا شوفي له جاكيت شيء لابسيه، خلي البس دشداشتي ونطلع. أوكي بابا أنا دوري جاكيت. هذا ايش فيها ما ترد بعد؟ كسرت تليفونها وما قاعد ترد. ولدها مريض ولا تدري عنه. بس هين. هين يا امل ماشي. هالمره ما راح اعديها انا. ماشي انا راح اعديك. عاد تدرين؟ عرسهم حيل عادي، مو ذاك الزود. احلى ما في البوفيه والسي فود اللي جايبينه. من حاج انت ايش فيك متعومسه؟ انت كل هذا عشان فواز داق وماخذين تليفونك بالعرس؟ شو اسوي يمه؟ فواز داق عليه 10 مرات والحين لما دقت عليه ما يرد علي، اخاف فيهم شيء. ما فيهم شيء، فواز يدقدق حبيبتي بس عشان يبي يطلع الوناسه من عينك. ما ادري يمه بس اخاف عصام في شيء. شنو في؟ يلا دقي دقي، انا بشوف هالفواز اللي داق عليك هالكثر ايش يبي. ايه هذه مطوله، انا بالسياره ريولي قامت تعورني. الو هلا ماريا، وين عصام؟ شنو؟ هيز ان هوسبيتال؟ اوكي اوكي يلا ام كامل ام كامل باي. صار معه في شيء؟ ولدي في شيء؟ فواز عصام ايش فيه؟ الحين يا تسالين عصام ايش فيه؟ انت وين كان ادق عليك ما تردي؟ كنت بالعرس. ولدي بالعرس ما يرد على التليفون. مو تليفوني مو معاي، خليته عند الباب وممنوع ادخله، شو اسوي؟ قومي هدي مكانك وشيكي على تليفونك، ادق اطمن على ولدي اطمن على البيت. مو وقته الا وقته ونص. أنا لو مو الحياة وقدام الناس في المستشفى كان صاكتش كفة الحين هني، هالسين على وجهي. وبعدين شو اللبس؟ في مرة محترمة تجي مستشفى تطمن على ولدها بهاللبس، وأمك وينها؟ أمي وصلتني ومشت. هذه أمك، أمك حق العزايم حاضرة، حق الوناسة موجودة، حق العروس موجودة، بس ما فيها خير تنزل تطمن على حفيدة، تشوف ايش فيه. فواز أنا ما أسمح لك تتكلم معي بهالأسلوب، احنا بمكان عام بمستشفى والولد تعبان. شلون تبيني أتكلم معك؟ أنا لو مو هالخدامة جزاها الله ألف خير، جيت قالت لي بابا الولد حرارته مرتفعة، شال الولد ضاع من كيسي بسبب حضرتك. أنتِ هي أنا ما وصلتش تعطيني الولد الدواء؟ ليش ما عطيتيه؟ ليش ما عطيتيه؟ جاوبيني. من باكر ردت المكتب. ما في أحد يقدر يوديها المكتب، راح تقعد بالبيت غصباً عليك.